مرحبا يا محمد جرادات، كيف حالك يا محمد؟ أهلا يا مريم دراغمي. أهلا وسهلا يا محمد المصري، سامعني يا محمد مصري؟ دكتور سامعني، عظيم. إذا إحنا هاي يعني العدد تبعنا قليل، مش معروف ليش القدي، بس هاي صارت الوقت 11 ونص ولازم نبلش المحاضرة بمن حضر، أوكي؟ إذا اللي حكينا الحصة الماضية إنه إحنا في عنا الريليشنال موديل، هو الموديل المستعمل على أرض الواقع في الداتابيزس. في عنا أكثر من موديل، في عنا نتورك موديل، هيراركال موديل، ريليشنال، أوبجكت أورينتد، وأوبجكت ريليشنال. في اللي دارج حاليا وصار له دارج أكثر من 10-20 سنة هو ريليشنال موديل، وهو الإشي اللي راح ندرسه بخلال هذا الفصل. في الريليشنال موديل صار الحكي إنه كل يعني كلمة relation هي عبارة عن معناها التيبل، والريليشنال موديل مبني على ثيوري اسمها ثيوري اوف ريليشنز، يعني ثيوري نظرية الجداول، نظرية الجداول، لأنه كلمة relation معناها الجدول. وفي الجدول زي ما أنتم شايفين فورمالي كلمة جدول التيبل بصير اسمها relation، وعندي أنا الريليشن نيم بهاي الحالة اسمه student. هنا كل ريليشن فيها اسطر، كل سطر اسمه تابل زي ما انتم شايفين، او اسمه رو في يعني في الشيء الدارج، في الشيء الدارج رو فورمالي اسمه تابل. والاتريبيوتس اللي عندنا الاتريبيوتس هي عباره عن الفيلدز اللي موجودات في التيبل او الكولمز موجودات في التيبل. فهون عندي انا الكولم الاول اسمه نيم، الكولم الثاني اسمه اس اس ان، الكولم الثالث اسمه هوم فون نمبر، وهكذا. اذا هذا بشكل عام. اذا احنا كل شيء بنخزنه في الداتابيس بيكون عباره على يعني بيكون على شكل جدول من هاي الجداول، وزي ما انتم شايفين كل جدول في على تقاطع السطر والعمود فاليو معينه. فبنقول هذا الفون نمبر هو لمين؟ لا واحد اسمه باير. وهنا في عندي الاس اس ان نمبر تبع ديك ديفيدسون هو هذا الاس اس ان، وهكذا تقاطع سطر العمود بيعطيني بيان معين، بيعطيني معلومه معينه عن شخص معين. احكوا، في حد عنده اي سؤال؟ احكي يا مريم. محمد مصري كل شيء تمام يا مريم؟ شيء تمام دكتور. عادي. إذا هذا الحكي مفهوم، نيجي الآن للصفات أو خصائص هاي التيبلز اللي اسمها الريليشنز، أوكي؟ إذا السؤال الأول اللي بدي أسألكم إياه، هل بتفكروا إنه ترتيب الأسطر هون له علاقة؟ ترتيب هدول التابلز له علاقة ولا لا؟ احكي يا مريم. شو رأيك يا مريم؟ ترتيب الأسطر هاي يعني بفرق عنا انه باير لا. جاي السطر الاول او السطر الثاني؟ لا ما بفرق، صحيح. اذا مبدئيا احنا عندنا هون الاوردرينج اوف تابلز مش مهم، احنا ما بهمنا انه التابل الواحد يعني الرو موجود بالاول ولا موجود بالاخر، ما بيفرق معنا انه من ناحيه الكاركترستكس بالجداول ما بيفرق معي ترتيب الاسطر. طيب اسالك كمان سؤال، ترتيب الروز بفرق معي ولا لا؟ ترتيب مش الروز، ترتيب الكولمز عاد. الكولمز بفرق معي ولا لا الترتيب؟ احكي يا مريم. يمكن بفرق. بتعرف ليش؟ لأنه لما بدي أجي أعبي
بدي اعبي الاول يجي على الخانه الاولى والثاني يجي على الخانه الثاني. هسه المشكله انه الداتا تايب تبع هاد ممكن يكون غير عن الداتا تايب تبع هاد، صح ولا لا يا مريم؟ صحيح دكتور. اذا اللي صار انه الترتيب غالبا انا بحاجته في ترتيب الكولمز، لانه لما بدي اجي ادخل بدي اقول الخانه الفاليو الاولى على الخانه الاولى، الفاليو الثاني على الخانه الثانيه، الفاليو الثالث على الفاليو الثالث، فمشان هيك بصير عندي الترتيب بس لهذا السبب مهم. ولا هو من الناحيه يعني اللوجيكال ما كانش بيفرق معي، بس انا سيكون عندي مهم لانه انا مضطر اني احط الفاليوز بالاوردر تبعهم. اوكي، اذا اللي صار عندي انه الاوردرنج اوف توبلز جوا ريليشن مش مهم، بس الاوردرنج تبع الاتريبيوتس جوات الريليشن سكيما بيكون عندنا مهم، وهو ببساطه لانه ترتيب الفاليوز فقط لا غير. هسه في الماي في 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 نو اس كيو ال سيستمز ببطل هذا الترتيب مهم. وليش مش مهم في النو اس كيو ال سيستمز؟ هاي بس معلومه هيك للمقارنه، مش رح تضطروا تستعملوها في هذا الفصل، لانه في النو اس كيو ال سيستمز ما عندنا ترتيب. يعني ممكن تحط الفون نمبر لحاله، ممكن تحط الاس اس ان لحاله، ممكن يعني بهاي الحاله ما عندنا ترتيب لانه ما في عندنا ستراكشر. فاللي بصير عندنا انه بتحط النيم والاسم والقيمه تبعته الاس اس ان والقيمه تبعته، بالتالي ببطل بهم عندي في النو اس كيو ال سيستمز اللي هو ترتيب الكولمز. اوكي، بطل ترتيب. بس ان احنا في الاس كيو ال العادي اللي رح نستعمله في هذا الفصل، لا، الترتيب له اهميه، لانه احنا بندخل العواميد، مندخل الفاليوز تبعات العواميد تبعات الاتريبيوتس بالترتيب نفسه اللي موجود فيه جوات التيبل عاده. فمشان هيك بيكون الترتيب غالبا مهم للكولمز بس مش مهم للاسطر للروز. اذا هذا الحكي مفهوم، اذا هون عندي انا مثال على ريليشن اللي شفناها قبل شوي. طب اسالكم السؤال، شو معنى كلمه نل؟ فاضي ما في نل. معناها نل معناها انه ما اعطيناش قيمه للفون نمبر. اوكي، ما اعطيناش قيمه للفون نمبر، يعني ما في قيمه للفون نمبر، بالتالي حطيناها نل، يعني انه هذا الشخص ما عندهوش فون نمبر. فهاي النل فاليوز راح ارجع لها اليوم وهي في غايه الاهميه. هاي النل فاليوز في مهم كثير عندنا في ريليشنال موديل. طيب اذا هذا الحكي احكي فيش سؤال. طيب اذا هذا الحكي مفهوم، نيجي عندنا هسه على انه على الفاليوز، في صفات للفاليوز اللي موجوده على جوات الريليشن. هسه بنقول انه الفاليو لازم تكون اتوميك، بمعنى اخر ممنوع على تقاطع السطر والعمود تحطوا لستة، ممنوع على تقاطع السطر والعمود تحطوا ليستد فاليو، لازم بس وان فاليو. فاللي بصير عندي انا هون عندي هذا الفون نمبر مكتوب هون، لازم احط فقط فون نمبر واحد على تقاطع السطر والعمود، لازم احط فون نمبر واحد. اوكي، على تقاطع السطر والعمود لازم احط هون اس اس ان واحد، على تقاطع السطر والعمود لازم احط بس وان نيم. واضح ولا لا يا محمد جرادات؟ محمد جرادات واضح ولا لا؟ مش معي محمد جعفر. واضح دكتور. واضح. اذا هذا اللي عندي انا، اول نقطه انه الفاليوز لازم تكون اتوميك، تقاطع السطر والعمود في فاليو واحده. هسه طلع كل فاليو لازم تكون جاي من دومين معين. يعني شو يعني كل فاليو لازم تكون جاي من دومين تبعها؟ يعني مثلا منقول هاد عباره عن رقم تليفون بده يجي من الدومين تبع ارقام التليفونات. طب شو هو الدومين تبع ارقام التليفونات؟ مثلا ممكن نقول الدومين هو بهاي الحاله الارقام اللي مكونه من 7 ديجيتس. اوكي، الارقام اللي مكونه من 7 ديجيتس، هنا 7 ديجيتس، هون 7 ديجيتس، واضح انه بهاي التيبل عندي الارقام من 7 ديجيتس. اذا بتيجي مثلا على الضفه برضو عندي انا مثلا لما بحط رقم بيكون من قديش، 7 ولا 8 ولا 9؟ عندنا احنا من 9، صح ولا لا؟ لانه مثلا الموبايلات من 9 بتقول 0 5 9 وبعدين بتحط 6 ارقام، فبيكون الدومين تبع الفون نمبر اذا كان للفلسطين هو اي رقم مسموح فيه من قبل يعني من اصل 9 خانات، لانه
ثمان خانات موبايل بزبطش وعشر خانات موبايل بزبطش، صح ولا لا يا كريم؟ واضح ولا لا يا كريم؟ كريم مش معي؟ طيب اذا هذا بالنسبه للموبايل. طلع كمان في نقطه للموبايلات، اذا بدنا نحكي عن الدومين، انه مش اي افتتاحيه مسموحه. فمثلا في فلسطين يا 056 يا 059 او 058، بس بتقدرش تحط، بجوز في غيرها بعرفش، بس بتقدرش تحط 050 او 052 او 054، لانه هاي البدايات، هاي المفاتيح لشبكات اخرى. فعندي الدومين هو الدومين list of possible values، الدومين هو list of possible values لفيلد معين، لاتريبيوت معين. فشو ممكن يكون الدومين للاس اس ان؟ طلعوا مثلا عندنا احنا الاس اس ان، انا مش متذكر قديش رقم، بس هو برضه رقمي، يعني هذا الفيلد كمان رقمي، بتقدرش تحط في جواته احرف، وهو مكون من عدد معين من الديجيتس. وهون عندي مثلا الفيلد العكس، بده يكون هو ممنوع فيه الارقام، صح ولا لا يا مريم؟ بالاسم ممنوع تكون موجود الارقام، وهذا الاسم بده يكون من عدد معين من الخانات، مثلا 25 خانه كحد اقصى، 10 خانات كحد اقصى، 20 خانه كحد اقصى، وهكذا. اذا بس هون مثلا الدومين يمنع الاحرف، هون الدومين يمنع الارقام، اوكي؟ فهي list of possible values، اوكي؟ ف يعني هاي اسمها الدومين. فاللي بصير عندي انا، اللي بصير عندي انه لكل اتريبيوت، لكل اتريبيوت في عندي الدومين تبعه. فبنقول عندنا، طلعوا شو اسمه الدومين، بنقول عندنا ايش احنا؟ بنقول احنا انه مثلا هاي التبل تبعي لما بدي ادخل الفاليوز في 1 بتروح ل، طبعا الـ 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 على اساس انه اسم التيبل او اسم الريليشن ار، وفي جواها مكونه، العمود الاول اللي هو الاتريبيوت 1 اي 1، العمود الثاني الاتريبيوت الثاني اي 2، وهذا الاتريبيوت ان اي ان. فاذا احنا بدنا نسويهم بالترتيب، بده يكون في 1 هي الفاليو تبعت اي 1، وفي 2 هي الفاليو تبعت اي 2، وفي ان هي الفاليو تبعت اي ان. مقنع ولا لا؟ مقنع ولا لا يا مريم؟ مقنع دكتور. مقنع. اذا هسه هاي النول فاليو اللي قلنا عنها هي في غاية الأهمية، وهاي تعني واحدة من ثلاث احتمالات يا محمد المصري. كلمة نل تعني واحدة من ثلاث احتمالات، يا إما معناها unknown، أو معناها not available، أو معناها inapplicable. شو معنى كل واحدة من هدول؟ معنى كلمة إذا كانت نل موجودة ممكن تكون معناها unknown. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا 6 مواليد 1922 و6 مش معروف مثلا هو تاريخ ميلادها المحدد. ليش؟ لانه في عشرينيات القرن الماضي ما كانوا يكتبوا اليوم والشهر والسنه، كانوا يقدروا يقولوا هاي 1922 1918 1925 وهكذا. فاذا بهاي الحاله بتكون القيمه unknown. ليش unknown؟ لانه وين ما بروح حاليا انا ادور على السجلات مش راح القى تاريخ الميلاد تبعها، اوكي؟ هاي معناها unknown. not available معناه انه هو موجود بس بهاي اللحظه مش available. يعني انا باجي بسال مثلا شو تليفون مريم دراغمي، بدنا نحط تليفونها، اوكي عندها تليفون بالتاكيد، ولكن بهاي اللحظه احنا ما بنعرف رقم تليفونها، فبنكتبه not available. هاي اثنين. ثلاث، inapplicable. شو معنى كلمة inapplicable؟ inapplicable معناها لا ينطبق على. في حدا بيقدر يعطيني مثال لما لا ينطبق على certain tuples؟ يعني مثلا لما أنا عندي field وبعض بعض tuples لا ينطبق عليهم هذا الفيلد، أعطوني مثال. إذا بتفكروا بتلكوا الجواب. محمد مصري، ما هو رأيكم؟ مش عارف والله دكتور. هسا اطلع محمد مصري، افتح الخط واحكي معي. طلع هسا انت في جوازات سفر، صح ولا لا؟ عند الناس. هسا عندنا بفلسطين جواز السفر بياخذوا الطفل اللي عمره سنه، او مش سنه، اللي عمره شهر، اول ما يخلق ممكن ياخذ جواز سفر. بجوز هاي المعلومه بتعرفها يا محمد مصري وبجوز لا. تمام. قبل ما ياخذ بيقدر ياخذ جواز. نعم.
بيقدر ياخذ جواز باي عمر. صحيح باي عمر. هسه تطلع في جوات جواز السفر المهني، فاشي طبيعي بدها تكون المهني للطفل مش ابليكابل ولا لا محمد مصري؟ انا ابليكابل نحكي لا ينطبق، مش لا ينطبق بالضبط، لا ينطبق افيلبل موجوده. لا 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 استنى استنى استنى، احنا هسه بنحكي للطفل المهني لا ينطبق، لانه الطفل فيش عنده مهني. احكي محمد مصري، ولد عمره شهر، ولد عمره شهر مش ممكن يكون عنده مهنة، اذا لا ينطبق عليه بند المهنة. احكي واضح دكتور، هاي معناها لا ينطبق. هسه طلع هو المهنة مش انه unknown يعني انه عنده مهنة وما بنعرفهاش، ومش انها unavailable انه كان عنده مهنة او ولا كذا ولا كذا، هو لا ينطبق عليه الفيلد، الفيلد لا ينطبق عليه. الطفل اللي عمره شهر مش ممكن يكون عنده مهنة، فمشان هيك لا ينطبق عليه بنحط له نل. واضح يا عم يا مصري؟ واضح دكتور، عظيم. طيب صفات اخرى، صفات اخرى انه بنقول احنا انه اذا احنا بدنا نعمل ريفرنس على الفاليو تبعات الفاليو المعين تبع شو اسمه تبع الاتريبيوت اي، ممكن نقول تي اوف اي اي. هسه هذا مثلا اي 1، التي هو التوبل، التوبل تي عند التوبل يعني السطر تي، السطر تي عندي العمود اي اي يعني العمود اي 1 اي 2 الى اخره. اذا كتبت هيك بصير معناها قصدنا انه قيمه الاتريبيوت، قيمه الاتريبيوت تبعت اي، قيمه الاتريبيوت اي تبعت هذا التوبل. فمثلا قيمه اذا كان هاد، طلع عليه، اذا كان هاد نفترض تي 1، اذا كان هاد تي 1 فبنقول T1.name. شو معنى T1.name بدها تكون قيمته؟ ديك ديفيدسون. T1.homephone بده يكون null. T1.address بده يكون هذا الحكي، يعني طريقة مشان نوصل، يعني بنخلط فيها أو بنستعمل السطر والعمود مشان نوصل للفاليو المطلوبة. واضح ولا لا يا مصري؟ واضح. واضح. إذا هذا هو بالنسبة لهي النقطة. هسا إحنا بنقول يا جماعة في عندي constraints، في عندي constraints، في عندي ضوابط، لا في عندي ضوابط لإيش؟ في عندي ضوابط يا جماعة على الداتابيز. هاي الضوابط تنقسم إلى ثلاث أجزاء أو ثلاث أنواع. الضابط الأول يعني النوع الأول بسموه الـ implicit أو الـ inherit constraints. أوكي؟ هاد بيكون يعني من جوا الـ relational model. فمثلا لما منقول إنه تقاطع السطر والعمود لازم يكون في one value، هاي بنسميها inherit constraints، يعني تحصيل حاصل. يعني شو يعني؟ يعني تحصيل حاصل تقاطع السطر والعمود لازم يكون في one value فقط لا غير. يعني هذا by definition، يعني بتعريف الموديل تقاطع السطر والعمود لازم يكون one value، مش هيك بنقول عنه inherit أو implicit constraint. أوكي؟ هسا النوع الثاني هو اللي رح نشتغل فيه بكثرة، اللي اسمه schema based أو اسمه implicit constraint. وهذا بيقول ما يلي، هذا بيقول إنه أنا في عندي مجموعة من الشروط اللي لازم بعدين أشغلها على التيبلز هاي. أنا في عندي مجموعة شروط، في عندي مجموعة ضوابط بدي أبقى أشتغلها على التيبلز أو على السكيما أو على التعريفات تبعات التيبلز، وهاي رح نحكي فيها بالتفصيل بداية من اليوم والحصة القادمة. ثلاث، في عندي أنا constraints بسموها application based أو semantic constraints. هاي الconstraints لا يمكن إنه أنت تعملها من جوات الموديلينج، من جوات يعني مش ضوابط على السكيما، هاي ضوابط بتقدرش إنك تعملها enforcement من قبل الداتابيز مانجمنت سيستم مباشره، بحاجه لابلكيشن كود معين مشان يعمل انفورم، يعني مشان يثبت هاي الضوابط. هسه هاي احنا بدها هاي الابلكيشن بيز عاده بدها ايش؟ بدها سبيشال كودز اللي زي التريجرز اللي بتنكتب على لغات بعينها
زي الـ PLSQL. إذن في عندنا لغة اسمها PLSQL، هاي اللغة من أوراكل تسمح لكم هاي اللغة إنكم تكتبوا كود يعمل إشي معين، يعني يعمل تثبيت لضوابط معينة على الانسيرت أو على الابديت أو على الديليت. لما تيجي تدخل أو تحذف أو تعدل، في عندي إمكانية أشغل كود بيسموه لي تريجر بهاي الحالة، هذا الكود بيعمل إشي ما على الداتابيز، يعني بيحافظ على الضوابط اللي عندي. أوكي؟ بيحافظ على الضوابط. على أي ضوابط؟ على الضوابط اللي بقدرش أمسكها بنقطة واحد ونقطة اثنين. هون بشتغل في الضوابط اللي بقدرش أمسكها لا بالimplicit ولا بالexplicit constraints. أوكي؟ هاي السيمانتيك constraints، يعني هي بعلمعنى. إذن هاي إحنا مش موضوعنا للفصل هاد، مش موضوعنا الابليكيشن كونستينتس او السيمانتيك كونستينتس. احنا سيكون موضوعنا بالذات الوسطاني، لانه الاولاني هذا تحصيل حاصل، تقاطع السطح والعمود هذا تحصيل حاصل. بس انا الوسطاني هذا هني اربعه، الوسطاني اللي هني الاكسبليسيت كونستينتس اربعه، اللي هني الدومين كونستينتس والكي كونستينتس انتجريتي كونستينتس والريفرنشال انتجريتي كونستينتس، هني اربعه. هدول الاربعه بدنا نشتغلهن الفصل هذا بتمعن بخلال الفصل. حدا يسأل شيء؟ مصري يحكي. واضح دكتور، ما في شيء. واضح. إذا هسا منيجي على الكونسترينتس. أوكي؟ إذا هني أربعة، في عندي أول شيء الدومين، هذا رح نبلش فيه الدومين أو يعني واحد منهم، الكي والإنتيتي والريفرنشال إنتيجريتي. شو هدول معناهن؟ هسا بدنا نفسر، ومنبلش غالبا في الكي كونسترينت. اوكي، مش عارف في كي ولا الدومين بالاول. انا عندي الكي بالاول هون جاي بحسب السلايدز، الكي جاي بالاول. هسه يا محمد مصري افتح الخط واحكي معي انت. أوكي. المره الماضيه قلت لي بجوز انه كل تيبل لازم يكون في جواته كي، صح ولا لا؟ صحيح. طيب كل اللي ذكرنا يا محمد شو هو الكي لايش؟ برايمري كي عشان اربطه مع الجدول الثاني. لا 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 لا، استنى، قبل ما نربطه احنا بدنا البرايمري كي ليش؟ مش مشان الرابط الاساس، احنا بدنا البرايمري كي ليش؟ مين بيعرف الجواب؟ عشان يكون مميز، يعني انه بتكررش. ايوه، لانه مش لازم يكون مميز، لانه انت بدك طريقه في الريليشنال موديل انت بحاجه الى الكي. ليش؟ شو الكي؟ الكي عباره عن اتريبيوت واحد او اكثر اللي بخلونا نفرق ما بين الاسطر، يعني بخلونا ان 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 نحدد انه اذا بدنا نطول السطر الاول نعرف نطول، بدنا نطول السطر الثاني نعرف نطول، وهكذا. اوكي، ف هذا الكي اللي عندنا. هسه مثلا هون الكي شو ممكن يكون؟ الكي اللي هو الشيء اللي ما بيتكرر عندنا. وين رحت انا؟ اساسا راح يكون الاس اس ان هون مثلا، عندي الاس اس ان ممكن يكون الكي. طلع بجوز كل الفون نمبر تبع الهوم كله، لا هاي صح، لانه بجوز يكون اثنين من الطلاب موجودين في نفس الدار، بزبطش. الادرس برضه بزبطش، ليش؟ لانه نفس الشيء، بجوز الطلاب اثنين من نفس الدار عندهم نفس الادرس، وهكذا. العمر بزبطش، لانه في ناس عمرها 25 اكثر من واحد. الجي بي اي بزبطش، يعني هو بيزيكلي بزبطش معنا الا هذا، الا اذا هذا كمان بزبط. اوكي، هسه هذا بجوز يزبط بجوز ما يزبط، بس اكيد اللي بزبط هو الاس اس ان. طيب اذا هذا عندنا الكي. هسه طلع احنا بدنا الكي مشان نفرق ما بين التابلز اللي موجوده جوات الريليشن. طيب هسه هون في عندي انا مصطلح السوبر كي، عندي طلع هون في كلمه كي، في عندي أربع كلمات، في عندي سوبر كي، في عندي كي، في عندي كانديديت كي، في عندي برايمري كي. إذا في عندي أربع كيز أو أربع كلمات تعني كي، وهدول يعني متشابهات بإشي وبيختلفوا بإشي، كلهن بفرقوا بين الأسطر اللي موجودات في داخل التابل. يعني السوبر كي بفرق، الكي لحاله بفرق، الكانديديت كي بفرق، والبرايمري كي بفرق، كلهم كلمة كي. أوكي، هدول أربع كلمات بفرقوا ما بين التابلز اللي موجودة جوا الريليشن. لهون مليح يا مصري؟ ايه دكتور، تمام. هسه طلع خليك معي، هسه طلع يا مصري، اللي صاير كالاتي، إنه كلمة سوبر كي طلع شو معناها؟ إذا هي مرات بتكون هي أي مجموعة من الاتريبيوتس اللي بتخليني أفرق، أي مجموعة. يعني طلع علي
هسا مصري، اذا انا عندي رقم الهويه والاسم بقدر افرق بين الطلاب في الجامعه العربيه الامريكيه، صح ولا لا؟ صحيح، بفرق. اذا انا بتعطيني رقم الهويه، مش رقم الهويه، اذا بتعطيني رقم الطالب مثلا الجامعي بدي اخذه، بدي اخذ رقم الطالب الجامعي وبدي اخذ معه الجي بي اي، بقدر افرق ولا بقدرش افرق؟ بقدر افرق عن طريق طيب رقم الجامعي. طيب اذا انا عندي الرقم الجامعي واي شيء بقدر افرق، صح ولا لا؟ ليش يا مصري بقدر افرق؟ لما بيكون الرقم الجامعي واي شيء معه بقدر افرق، ليش؟ لأن الرقم الجامعي مستحيل يتكرر، لانه الرقم الجامعي بكفي لحاله، صح ولا لا؟ ما هو انا بقدر افرق، اذا كنت انا بقدر افرق بالرقم الجامعي بين الطلاب وبكفيني الرقم الجامعي مشان افرق، معناته الرقم الجامعي زائد اي شيء كمان بفرق، صح ولا لا؟ خربشتكم ولا لا؟ كمان مره انا بقول كالاتي، اطلعوا، اذا كان الرقم الجامعي في الجامعه العربيه الامريكيه بكفي للطالب، معناته اذا بتعطيني رقم جامعي بعطيك بتفاصيل حياته، تفاصيل كل شيء مكتوب عنه في الجامعه العربيه الامريكيه. اذا بتعطيني رقمه، هسه بتعطيني رقمه وبتعطيني عمره بقدر اجيب، بتعطيني رقمه وبتعطيني تخصصه بقدر اجيب، بتعطيني رقمه وبتعطيني اي شيء ثاني بقدر اجيب. ليش؟ لانه انا اصلا بدي بس الرقم، بديش الاشياء الثانيه، صح ولا لا يا مصري؟ صحيح دكتور. اذا هاي طلع هون بيجي مصطلح السوبر كي. السوبر كي بيكون في جواته الكي الفعلي زائد اي شيء اضافي ملوش علاقه. يعني ممكن يكون في، اذا انا هسه بقول انه انا عندي استطيع التفرقه ما بين الطلاب عن طريق الرقم الجامعي، فمعناته الرقم الجامعي زائد الرقم الجامعي زائد ايش؟ الرقم الجامعي زائد مثلا التخصص برضو بفرق بين الناس، الرقم الجامعي والاسم بفرق بين الطلاب، الرقم الجامعي والجي بي اي بفرق بين الطلاب. فاللي بصير كالاتي، انا بس بدي الرقم الجامعي، فمشان هيك هسه الرقم الجامعي واي شيء معه بسموه سوبر كي. هسه شو سوبر كي؟ يعني السوبر كي هو مش عباره عن المينيمال كي بالضروره. مصري، السوبر كي هو ليس بالضرورة عبارة عن المينيمال كي. هسا أنا بديش أتعامل مع السوبر كي في الداتابيزس، بدي أتعامل مع الكي اللي هو مين؟ الرقم 2. الكي هو المينيمال سوبر كي يا مصري، واضح ولا لا مصري؟ واضح دكتور. بدنا بس أقل عدد من الاتريبيوت، بدنا أقل عدد من الاتريبيوت اللي بيفرق ما بين التوبلز. اي شيء يعني السوبر كي نفسه هو المفتاح المركب؟ لا استنى، لا لا لا، المفتاح المركب برضو المينيمم سوبر كي. طلع هذاك شيء ثاني. طلع المفتاح المركب هو مفتاح بس بيكون هو موجود، يعني هو بيكون مكون من اكثر من اتريبيوت وما فيش فيه ريدندنسي، يعني ما فيش فيه شوائب، يعني ما اقدرش اشيل منه اتريبيوتس. هسا خليك معي، تدخلنيش بإشي تاني، دقيقة واحدة برجعك على المركب، لأنه السلايد اللي بعده في جواته مركب، بس خليك معي ثاني. هسا إذا نحن نتفق على، إحنا مع بعض هيك نتفق إنه أنا عندي سوبر كي، بهاي الحالة السوبر كي هو اللي بتكررش هو كي. السوبر كي هو كي لأنه عن طريقه مش راح يتكرر جوات التيبل تبعتي، يعني السوبر كي ما راح يتكرر، اوكي؟ والسبب انه السوبر كي مش راح يتكرر لانه السوبر كي بيكون مكون من 1 فيلد او اكثر، وواحد من هدول الفيلدز راح يكون يونيك اللي مش راح يسمح لتو توبلز يكون عندهم نفس القيم للسوبر كي. هسه احنا بنقول انه السوبر كي بدناش اياه، ما بنحب السوبر كي. ليش؟ لانه السوبر كي ممكن يكون فيه اضافات مش مفيده لي. يعني اذا انا قلت انه رقم الجامعي بكفي مشان نفرق بين الاسطر جوات التيبل، معناته ليش احط معه كمان الجي بي؟ ليش احط معه كمان الجنس ذكر انثى؟ ليش احط معه اي شيء ثاني؟ ما في داعي، لانه رقم الجامعي بكفي. احكي يا مريم. مريم معك دكتور، واضح ولا لا يا مريم؟ واضح. اذا هذا اسمه انا اللي بدي اياه، بدي المينيمال سوبر كي. انا بدي المينيمال سوبر كي، يعني بهاي الحاله المينيمال مثلا في التيبل اللي مرق هو الاس اس ان، في التيبل تبع الستودنت هو رقم الطالب الجامعي مثلا، في التيبل تبع ايش بدكم
مثلا في التيبل تبع ايش مش خلص بكفيها، او الامبلويز رقم الموظف. احنا الاساتذه في الجامعه العربيه الامريكيه كل واحد عنده رقمه، وهذا الرقم لا يتكرر. فاذا انا مثلا رقمي 2205 مثلا، 2205 هذا رقم يونيك، ما حدا في الجامعه العربيه الامريكيه ثاني غيري بيكون عنده هذا الرقم. فاذا انت بتقول بدنا مثلا نعرف معلومات عن الرقم، عن رقم الموظف اللي عن الموظف اللي رقمه 2205، ساعتها بيكونش الا انا عندي مثلا هذا الرقم. وهذا الرقم ليش بيكون يعني مهم؟ لانه بهاي الحاله بجوز بصيرش في خربشه بالغلط انه مثلا في شخصين اسمهم اسامه سلامي في الجامعه، وهذا امر وارد. يعني امر وارد جدا انه يكون في عندنا شخصين عندهم الاسم الاول واسم العائله نفسه، فمشان هيك بنستعمل الرقم. اذا هاد انا بدي هون السوبر كي، مش هو بفرق بس مش مفيد، ما بفي مش مفيد لانه ممكن يكون في اضافات، ممكن يكون في ريدندنسي. فاحنا بدنا ايش؟ المينيمال سوبر كي. اوكي، هسا لاحظ يعني احنا دائما الكي تبعنا هو سوبر كي، بس السوبر كي مش بالضروره كي. يعني اذا يعني شو معنى سوبر كي؟ يعني بفرق بين الاتبلز، السوبر كي بفرق والكي بفرق. فاحنا دائما الكي هو سوبر كي، بس العكس لا، لانه الكي هو مينيمال سوبر كي، والسوبر كي مش بالضروره يكون مينيمال. اوكي، فهي كمان نقطه. هسه طلعوا بناء على المصري شو كان بده، طلعوا علي هون عندي انا في هاي التيبل اللي هي كار سياره، يا اما في عندها تو كيز، الكي الاول الستيت وريجستريشن نمبر، والكي الثاني هو السيريال نمبر. شو هدول التنتين معناهم؟ كل سياره في عندها رقم الشاصي، وهذا رقم الشاصي هو السيريال نمبر. اوكي، رقم الشاصي هذا يونيك على العالم، فكل سياره بتطلع في عندها رقم شاصي مختلف عن الثاني. او في عندنا هسه يا مصري، في عندنا كي مركب. الكي المركب بكل كلاتي بتعطيني انت اسم الولايه في امريكا، وبتعطيني رقم التسجيل في هاي الولاية، أنا بعطيك السيارة 100%. طب هذا شو معناه؟ معناه هون شو يعني مركب يا مصري؟ يعني التنتين يعني مع بعض الحريات ككي، ما في ريدندنسي. هون نحكي بحكي إني بقدرش أتخلى ولا عن وحدة فيهم. أيوة، تتخلى. ما بتقدر تتخلى لا عن الستيت ولا عن الريجستريشن. ليش؟ لانك انت اذا بتقول انه هاي هو لحالها بزبطش، ما هني 51 ولايه فقط لا غير في امريكا، وما بتقدرش تقول الريجستريشن لحاله بكفي، لانه هذا الريجستريشن ممكن يتكرر جوا ولايه ثانيه، لانه بيستخدموا نفس السيستم تبع الريجستريشن. فاللي صار انه يا هدول التنتين بيكونوا كي، وهو مينيمال، يعني هدول عباره عن كي، مش سوبر، يعني هذا عباره عن سوبر كي وكي، وهذا عباره عن سوبر كي وكي. بس انا ليش، بما اني قلت كي، معناته اوتوماتيكلي ما في عندي زيادات. هون اوتوماتيكلي ما في عندي زيادات، هذول المينيمم المطلوب مشان نقدرش تخلص من واحده من التنتين هذول، مثلا الستيت او ريجستريشن نمبر. اوكي، فاحنا بنقول ان سوبر كي، لانه سوبر كي معناها انه منفرق، وبنقول انه كي لانه بتقدرش تتخلص من واحده منهم. اوكي، هسه طلع لاحظ السيريال نمبر واي شيء ثاني، مثلا الميك اللي هو مثلا الموديل، السيريال نمبر والموديل، اوكي، هاي مش عباره عن كي، هي عباره عن سوبر كي. هاي عباره عن سوبر كي، بس هاي مش كي. ليش؟ لانه هاي مش مينيمال، لانه كلمه ميك هاي زياده مش مطلوبه. واضح ولا لا يا جماعه؟ واضح دكتور. طيب واضح، اذا هذا الحكي واضح نيجي للكلمه الثانيه عاد. هسه طلعوا هدول مثلا هاي التيبل اللي عندي اللي اسمها كار، في جواها تو كيز، واحد الستيت والريجستريشن والثاني السيريال نمبر. هسه احنا مجبورين في التيبل بحسب الجود ستايل لا الديزاين للريليشنز، لازم يكون عندي برايمري كي. بحسب الجود ديزاين لازم يكون عندي برايمري كي. هسه سؤالي لكم، لو بدكم تختاروا برايمري كي، شو بتختاروا، السيريال نمبر ولا الستيت والريجستريشن، وليش؟ اختار السيريال نمبر. ليش يا بنختار السيريال نمبر؟ صحيح، اسهل بالاستخدام، يعني لانه اصغر بالحجم،
لانه واحد من التو فيلدز وواحد من الون فيلد. فلما بدك تصير تقارن انت اذا استعملت الاولانيه، اذا استعملت الكي الاول اللي مكون من الستيت والريجستريشن، هذا سيعني انه ستقوم بالمقارنه بالاسطر على التو فاليوز. بدك تقارن فاليو تبعت الستيت وتقارن الفاليو تبعت الريجستريشن، وهذا بشكل عام باخذ وقت اكثر مما انت تقارن فقط لا غير السيريال نمبر، صح ولا لا؟ اذا احنا مبدئيا الاصل انه نختار البرايمري كي هو السيريال نمبر. هسا طب وشو نساوي بالثاني؟ هسا الثاني لانه في عندي تو كيز، الثاني شو بنسميه؟ بنسميه كانديديت كي. اذا اطلعوا الثاني بنسميه كانديديت كي. هسا شو هذا الحكي معناه؟ هسا اذا الريليشن الوحدي ممكن يكون فيها عدد من الكانديديت كيز. يعني شو معنى كانديديت كي؟ يعني هذا كي من المحتمل انه يصير انه يبقى برايمري كي. فاحنا بنسمي كالاتي، انه في عندي واحد برايمري كي والباقيات كلهن كانديديت كيز. فانا بهاي الحاله بختار السيريال نمبر على انه برايمري كي، وبختار الستيت والريجستريشن نمبر على انها كانديديت كي. طيب هسا انتوا بالمختبر بلشتوا وعملتوا هاي العمليه، كيف انت بتعمل البرايمري كي؟ كيف تعمله؟ حدا يحكي. لما تعمل كريت تيبل كيف بتحدد انه هذا برايمري كي؟ اما بعد ما اعرف اسم الفيلد بعديه برايمري كي، او اخر شيء بحط برايمري كي بين قوسين اسم الفيلد. صحيح، انت تقول الصواب. اذا عندي هذول الاحتمالين، اذا انا بحط مثلا اللي بكتب انا السيريال نمبر وبحط له مثلا انه انتجر، او بحط له انه عدد معين من الديجيتس، وبعدين بحط جنبه برايمري كي وبكمل الشغل. هذا واحد من الاحتمالات. هسه طب اسالك سؤال يا مصري، اسالك سؤال، كيف انا حددت واحد من البرايمري كي، طب كيف انا بدي اقول انه في عندي في التيبل كانديديت كيز؟ هاي بجوز بتعرفها انت كمان، احكي. مش عيب والله. الله، انت بتعرف كان في عندك كلمه غالبا علموكم اياها، او اذا ما علموكم مش راح يفرجوكم اياها قريبا، اللي هي كلمه يونيك. اه مزبوط مزبوط. شو معنى كلمه يونيك؟ شو كلمه يونيك معناها؟ كلمة يونيك معناها انه لا يمكن تكراره. بالتالي اي شيء بتحطه يونيك انت اوتوماتيكلي بتمنع الباقيين انه بتمنع حدا يكرر هذا الفيلد. فاوتوماتيكلي اذا انت بتمنع تكرره، انت اوتوماتيكلي بعدين معناته بتقدر عن طريقه توصل للطب المطلوب. اذا هو عباره عن كي. فاذا اللي بيصير كالاتي، اذا عندك مجموعه من الاتريبيوتس اللي ممكن، يعني مجموعه من الكيز، واحد منهم بتحدده على انه برايمري كي، وهذا الحكي في الاوراكل واضح بتقول عنه برايمري كي، وباقي الموجودات بتحطهن يونيك في التعريف. واضح ولا لا يا مصري؟ واضح دكتور، واضح. عظيم. اذا هذا الحكي مفهوم، اذا هذا الحكي المفهوم. احنا اذا بدنا نحدد اذا مين هو البرايمري كي، هو بيكون السمولست ان سايز عاده. يعني طلع اذا عندك انت خلينا نقول تو فيلدز كمان، واحد انتجر وواحد بده يكون مثلا معرف فار تشار 2 مش عارف ايش، انت غالبا راح تستعمل كبرايمري كي اللي معرف انتجر مش اللي معرف تكست، لانه انت بدك الاسهل بكره في التعامل. الانتجر راح يكون اسهل مما يكون فار تشار 2 20 او كذا والى اخره، فاسرع واسهل في البروسيسنج. فهاي النقطه اللي بناخذها بعين الاعتبار. اما غير عن هيك فمن الممكن اذا انت بدك انك تحدد البرايمري كي بالطريقه التي تراها مناسبا فانت حر طليق. كيف بدك ممكن تعرف هذا البرايمري كي؟ لهون مليح مريم. معك دكتور. طيب اذا هاي عندي انا هون، عندي هون التيبل اللي حطينا، طلعوا فيه حطينا اللايسنس. بدي اقول لكم انه البرايمري كي بيجي اندرلايند، البرايمري كي بيجي اندرلايند. فعندي هون انا البرايمري كي واللايسنس نمبر، وهدول حطينا الستيت والريجستريشن مع بعض ب1 فيلد، جمعناهن مع بعض في 1 فيلد، فصار هاي تكساس اي بي سي 739 هو عباره عن رقم الرخصه، او ايوه رقم الرخصه تبعت هاي السياره. فاحنا هون يعني هون طلع هون كان كنا بنحكي عن انه طلعوا الريجستريشن والستيت كانوا تو ديفرنت كولمز، وبالتالي كان مركب. بس هون
واخترنا بهاي الحالة السيريال نمبر. بس هون لا، هون انجمع التنتين مع بعض على شكل one field. فهسا تكساس اي بي سي 789 هي one field وإلها one value. يعني هاي كلها تكساس اي بي سي 789 هاي one value، يعني من عاملها هون ك one value. فما في عندي مشكلة انه على تقاطع السطح والعمود في عندي اكثر من value. هدول التنتين بتعاملين في one value. اوكي، اذا اللي صار، اللي صار انه السيريال نمبر هو البرايمري كي، والانجن هاد سيريال نمبر هو هذا بنحطه على انه كانديديت كي، على انه يعني بنحطه يونيك اذا بدكم تعرفوا في الاوراكل. طيب هسه اذا هذا الحكي مفهوم، اذا هذا الحكي مفهوم، بنيجي هون على مصطلح الداتابيز ريليشنال داتابيز سكيما، وبنحكي عن السكيما. شو معنى كلمه السكيما؟ السكيما يا جماعة بتعني الديسكريبشن. داتابيز سكيما يعني داتابيز ديسكريبشن. اوكي، الديسكريبشن اوف ذا داتابيز. الان اللي بصير كالاتي، انه الديسكريبشن تبعي مثلا بنعرف احنا ايش السكيما تبعتنا. شو بتعرف؟ بتعرف تبعت الداتابيز كلها، بتعرف هاي عندي اس الى الداتابيز، يعني الداتابيز كلها السكيما تبعت الداتابيز مكونه من السكيماز تبعات كل ريليشن على حده، زائد الانتيتي انتجريتي كونسترينتس اللي على كل تيبل. اوكي، اذا نطلع، اذا اللي صار عندي انا ار1 هي عباره عن سكيما بتوصف الريليشن الاولى، ار2 هي عباره عن سكيما بتوصف الريليشن الثانيه، الار ان هي عباره عن سكيما بتوصف الريليشن رقم ان. هسه مجموعات مع بعض كل هاي الريليشن، كل هاي السكيماز تبعات الريليشن الاول والثاني والثالث، بتعمل لنا السكيما تبعت الداتابيز ككل. وطبعا مع السكيما هاي بيجي كمان سيت اوف انتجريتي كونسترينتس اللي قلنا عنهن قبل شوي. اذا كمثال على السكيما على الكومباني داتابيز بيكون هيك. هاي الكومباني داتابيز هي اللي راح نتعامل معها في خلال هذا الفصل. الكومباني داتابيز هاي الداتابيز اللي راح نتعامل معها في الكتاب المقرر نظريا. هسا في المختبر انتم راح تستعملوا شيء ثاني، شو اسمها اللي تستعملوها في المختبر؟ شو اسم الداتابيز تستعملوها في المختبر؟ مش ذاكرين؟ الاوراكل احنا نستعملها. لا لا لا، الاوراكل اسم الداتابيز مانجمنت سيستم. هسا انتم راح تتعاملوا، بجوز بعدكم ما وصلتوش لهي النقطه، في راح تشتغلوا كل الفصل على داتابيز جاهزه معموله جوات الاكسبرس اديشن لاغراض التعليم. اوكي، الاتش ار دكتور. ايوه الاتش ار، الاتش ار هي اللي بتستعملوها. يعني عندكم في المختبر راح تستعملوا اتش ار، وعندي في الحصه راح نستعمل كل الفصل الكومباني داتابيز. فهاي الكومباني داتابيز ستكون مكونه من هاي الريليشنز: الامبلوي ريليشن، الديبارتمنت ريليشن، الديبارتمنت لوكيشن ريليشن، الريليشن اسمها بروجكت، وفي عندي وركس اون، وفي عندي ديبندنت. هدول قديش وحده؟ ست حبات. اذا هون عندي ست تيبلز، كل تيبل له مواصفات. يعني الامبلوي تيبل طلعوا مكون من 10 خانات: الفيرست نيم، ميدل نيم، لاست نيم، السوشيال سيكيورتي نمبر، البيرث ديت، الادرس، السكس، السالري، السوبر اس اس ان، والديبارتمنت نمبر. الديبارتمنت تيبل مكونه ديبارتمنت نيم، ديبارتمنت نمبر، المانجر اس اس ان، والمانجر ستارت ديت. هون وهكذا كل واحده منها لها مواصفات. هسه طلعوا هون احنا في السكيما، هاي السكيما تبعت الداتابيز كلها، هاي محل كلمه اس في عندي كلمه كومباني، لانه هاي الداتابيز اللي اسمها كومباني. وفي عندي هون تعريف زي ما انتم شايفين، تعريف بالسكيما بنعرف اسم التيبل واسم الفيلدز، فاسم اسم التيبلز واسم الفيلدز. هاي التيبل اللي عندنا والفيلدز اللي جواها. ومش بس هيك، بنحدد هون في الداتابيز شو هي البرايمري كيز اللي عندنا. ودي بالكم احنا ما خلصنا، احنا في الداتابيز كمان لازم نحدد اشياء اخرى ككونسترينتس، وبنرسمها زي الانتجريتي كونسترينتس، بس جايين لها اذا مش الحصه هاي، الحصه القادمه. فيعني في بعد رسمي هاي لم تكتمل، في بعد لها تكميلي. بس مبدئيا اذا شو معنى الداتابيز سكيما؟ معناها هي مجموعه السكيماز تبعات
التيبلز المكوني لهذه الداتابيز. اوكي، وهاي السكيماز بنحدد عليها البرايمري كيز، بنحدد اسماء الاتريبيوتس وبنحدد اسماء التيبلز. حدا يسال يا مصري؟ دكتور. طيب مريم واضح؟ واضح دكتور. عظيم. اذا هسه بنيجي لكلمه ستيت. هسه ولا شيء، هاي الكلمه مرقت علينا، مرقت علينا الحصه السابقه. كلمه ستيت هي الستيت هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن الكونتنت الموجود في الداتابيز حاليا، محتويات الداتابيز. اذا هي محتويات ال شو اسمه الاسطر اللي موجوده بهاي اللحظه في داخل الداتابيز، بسموها الستيت. او هي عباره عن سناب شوت يعني صوره، او هي انستانس، اكثر من كل من كلمه بيستعملوا. هسه انا دائما لازم تكون عندي الستيت يكون فاليد. شو معنى يكون الستيت فاليد دائما يا جماعه؟ معنى انه الستيت دائما يكون فاليد، هذا الحكي يعني انه الستيت تبعنا مش لازم يكون في امكانيه انه في لحظه معينه من اللحظات واحد او اكثر من الفيلدز يكون عنده قيمه غلط. اوكي، يكون عنده قيمه غلط، ممنوع هيك يكون. اوكي، فمثلا مشان هيك احنا بنقول احنا انه في عندي انا لازم تكون الستيت دائما فاليد. على سبيل المثال ايش؟ ايش مثلا على سبيل المثال؟ اعطوني على يعني على مثال انه كونسترينت معين لازم دائما يكون صحيح، زي ايش؟ زي الكي قبل شوي حكينا. شو الكي؟ هسه الكي كونسترينت بيقول انه ممنوع تو تابلز يكون عندهم نفس الاس اس ان. فهذا عباره عن ايش؟ عباره عن كونسترينت على الداتابيز. اللي صاير كالاتي، الوضع الطبيعي ممنوع ولا تحت اي ظرف ولا في اي لحظه، ولا في اي لحظه يكون في الكي تبعنا مكرر. ممنوع يكون عندنا الكي مكرر ولا في اي لحظه ولا تحت اي ظرف. فمشان هيك هذا بنقول انه الستيت دائما بيكون فاليد. هسه لو كان بيسمح الداتابيز مانجمنت سيستم انه الفيلد هذا يتكرر لفتره زمنيه او اكثر، للحظه معينه، يعني ممكن انا اصور الداتابيز واشوف بهاي اللحظه في تكرار، معناته بهاي الحاله بتكون الداتابيز موجوده مش بفاليد ستيت، وهذا ممنوع. دائما الداتابيز بيكون في فاليد ستيت. واضح ولا لا؟ احكي معي يا جلو جيامين. جرادات احكي معي. واضح واضح دكتور. عظيم. اذا هذا اللي صار عندنا. هسه طلع احنا شو بتساوي انت على الداتابيز؟ بتكون بثلاث عمليات رئيسيه، يا اما انسيرت، يا اما ديليت، يا اما موديفاي. اوكي، وهسه بنشوف اكثر عن تفاصيل تبعات الدومين، بس مشان تفهموا كلمه دومين بشوي بزياده. اوكي، اذا طلعوا هاي الداتابيز اللي عندي موجود فيها سامبل داتا. هاي الداتا راح تستعملوها، مش نستعمل يعني مش الداتا بس، قصدي اقول السكيما، هاي السكيما اللي عندنا. طلع هاي هي عباره عن populated database state، يعني السكيما هني بس العناوين تبعت هدول، وهون عندي صار ستيت لاني ضفت الاسطر اللي عندي اللي عندنا. فالستيت هذا مثال على الستيت، وكان السكيما هي هاي كانت السكيما. طلعوا بس السطر الاول بدون التفاصيل، وهون مع التفاصيل بصير اسمها داتابيز ستيت. اوكي، اذا هون احنا بنحط التفاصيل اللي عندنا. هسا هون بالتفاصيل هاي في عندي انا مجموعه من التيبلز. طلعوا خلينا هاي التيبلز شوي ندخل في تفاصيلها، رحنا بتفاصيلها اللي هن زي نفهمها، لانه هاي راح تمر علينا مرارا وتكرارا. هاي راح تمر علينا مرارا وتكرارا، مشان هيك لازم نفهمها. طلع شو بتقول هاي؟ هاي بتقول ما يلي، انه هذا اسم الموظف، الميدل نيم تبعه، والاس اس ان تبعه، والبيرث ديت، والى اخره الى اخره. هسا الموظف هاد بيكون له ديبارتمنت معين، تابع هون رقم الديبارتمنت، هذا رقم الديبارتمنت، وهذا رقم السوبرفايزر تبعه. شو معنى رقم السوبرفايزر؟ لاحظوا انه هون هاي كيف بفهمها؟ بفهمها كالاتي، انه هذا الموظف اللي رقمه هيك مسؤول عنه هاد. مصري معي ولا لا؟ معك دكتور.
طلع هذا المسؤول عنه وهذا الديبارتمنت تبعته. تبعت مين؟ تبعت الشخصات. اذا انت طلع انا عندي جون سميث، مين مسؤول عنه؟ مسؤول عنه واحد عنده اربع خمسات، اللي عنده اربع خمسات مين هو؟ جيمس بيرغ. اذا صفى. مشان افهم هاي القصه انه هون عندي انا عندي انا هذا السوبرفايزر، مشان اعرف اسمه بدي اجي على التيبل نفسه واشوف مين هو. هسه هاد مشان اعرف شو هي الديبارتمنت نمبر، هذا رقمه خمسة، باجي هون بشوف خمسة لمين؟ خمسة للريسيرش. واضح ولا لا؟ واضح واضح. طيب هسه طلع هون، خليك معي يا مصري، هاد المانجر اس اس ان، المانجر تبعنا هو تبع ريسيرش هو اربع خمسات، مين هو هاد ابو الاربع خمسات؟ هو جيمس بيرغ. فانت طلع كيف عنا احنا مننتقل بين التيبلز مشان تكتمل الصوره. هاد هاد بيعمل ريفرنس على مين؟ على الاس اس ان. هذا يعني هاد اذا طلع هاد اذا كان موجود، يعني هذا اللي بتحطه هون لازم يكون موجود هون، صح ولا لا؟ وهذا اللي عندك هون لازم يكون موجود عندك هون، وهذا رقم الديبارتمنت لازم يكون موجود هون، صح ولا لا؟ صح. طيب اذا هذا المعنى. هسه هون شو معناها بالنسبه لهذول التنتين؟ هاي الديبارتمنت الواحده ممكن تكون موجوده في اكثر من لوكيشن. فصار عندي انا شو صار عندي؟ خمسه، في عندي خمسه بلير، خمسه شوغرلاند، وخمسه هيوستن. شو هذا الحكي معناه يا مصري؟ انه الديبارتمنت رقم خمسه في له ثلاث محلات، بينما الديبارتمنت رقم اربعه في له محل واحد، والديبارتمنت الاولى لها رقم ولها محل واحد. واضح ولا لا يا مصري؟ واضح واضح. طيب اذا هاي بالنسبه للديبارتمنت لوكيشن. غيره في عندي انا هون بروجكتس، هاي البروجكتس اللي عندي مرقمه 1 2 3 10 20 30. طب شو هذا التيبل معناه؟ يلا يا مصري. التيبل تبع البروجكت بطلع على النمبر. لا لا، شو معناه؟ شو معناه؟ شو معنى السطر الواحد؟ السطر شو معناه؟ مين بيقدر يقول لي شو معنى السطر؟ هلا اول خانة اللي هي الرقم تبع الموظف. طيب بعدين بعدين شو؟ طلع مصري، هاد رقم الموظف، وهاد رقم البروجكت، وهاد عدد الساعات. معناته هذا الموظف اشتغل على هذا البروجكت هالقد عدد ساعات. مصري واضح؟ اه واضح دكتور. اذا هذا الموظف اشتغل على هذا البروجكت هالقد عدد ساعات. اذا بدي اعرف مين الموظف باجي لهون، واذا بدي اعرف مين البروجكت باجي لهون. طيب اذا هذا الحكي مفهوم، هذا الديبندنت اللي هو المسؤول من، يعني المسؤول من كيف؟ يعني مين الموظف عنده اولاد، عنده اب، عنده ام اللي بيعيلهم. فانا لما بيجي عندي انا هذا رقم الاس اي اس اس ان رقم الموظف، وهذا اسم المعال، وهذا جنس المعال، وتاريخ ميلاد المعال، والعلاقه ابنه اخوه اخته بنته الى اخره. فهذا المعالين. لاحظوا انه اذا انت بدك يكون عندك واحد معال، اشي طبيعي لازم يكون الاس اس ان ولا واحد موجود في الموظفين، صح ولا لا؟ لازم يكون في المرجعيه، لازم يكون موجود ضمن الموظفين، لانه بتقدرش تحط واحد معال وتحط هون رقم مش موجود هون، صح ولا لا؟ صح دكتور. مريم، مريم واضح ولا لا يا مريم؟ واضح دكتور. اذا هاي الداتابيز احنا سنقوم بالتعامل معها مرارا وتكرارا في خلال هذا الفصل. فمشان هيك انا ضروري افهمها واعرف عن ايش هاي. بتقول الموظفين باي ديبارتمنتس بيشتغلوا على اي مشاريع، وشو اسماء المشاريع، وين الديبارتمنتس موجوده، ومن هم المعالين، من هم المعالين. اوكي، اذا هاي اللي راح نبقى نشتغلها، يعني نبقى نعمل ديزاين لهي الداتابيز. طلع شو بسوي انا قاعد بجيكم من الاخر. بمعنى اخر انه هاي التيبلز المفروض تبقى تنصنع بعد ما انا اعمل كونسبتوال ديزاين، وبعد ما اعمل اي ار دايجرام واحولها لتيبلز، لازم تطلع عندي هاي التيبلز. هسه يعني بشتغلها عن طريق الاس كيو ال بعدين.
إذن هذا مشان أجيكم من الآخر، النتيجة النهائية راح يكون عندكم تيبلز مثل هدول. يعني أنت لما تعمل عندي مشروع في المختبر في المادي، مشروع المادي اللي عليه 20 علامة، في النهاية راح يحصل إشي زي هيك. في النهاية راح تكون هاي النتيجة تبعتكم، إنه راح يكون عندكم تيبلز، هاي التيبلز راح تكون مربطة ببعض، راح يكون مربطة وعليها constraints، أوكي؟ اللي الدومين ممكن يكون الدومين constraints، إنه مثلاً خانة معينة ممنوع يكون فيها إلا قيم معينة، ممكن يكون عندي key constraints، إنه أنا حاطط primary keys، عندي integrity constraints و referential integrity constraints، بنحكي عنهم بجوز اليوم كمان شوي. فعندي مجموعة constraints اللي التيبلز لازم تمت بها، يعني لازم تدير بال عليها، لازم إنه تتزبط. إذا هذا الحكي مفهوم، إذا هذا الحكي مفهوم، نيجي للنقطة اللي بعدها وبنحكي عن الـ entity constraints. أوكي، إذا أنا عندي هسا الـ key constraint، الـ key constraints اللي عندي الـ domain، الـ value. الـ domain constraint بتقول ببساطة إنه الـ value تبعت الـ attribute المعين يجب أن تكون ضمن الـ domain. طب كيف يعني؟ يعني الـ value تبعت الاسم مش ممكن تكون رقم، الفاليو تبعت الفون نمبر مش ممكن، الفاليوز تبعت الفون نمبرز مش ممكن تكون كلمات، صح ولا لا يا مريم؟ مريم معي ولا لا؟ صحيح. هذا هو، اذا هذا هو، اذا اللي بهاي الطريقه احنا بنقول الدومين. طب الكي كونسترينت شو هو؟ انا لازم يكون عندي لكل تيبل في كي، والكي هو عباره عن الفاليو تبعت وان اتريبيوت او اكثر الممنوع تكرارها between the tuples between the rows، ممنوع تكرار. إذن هاي رقم اثنين. رقم ثلاث بتقول entity constraints. ال entity constraints يا جماعة شغلتها بسيطة، ال entity constraint بتقول إنه ال primary key تبعي ممنوع يكون null، ال primary key ممنوع يكون null. إذن هذا اسمه، هذا اسمه إيش؟ اسمه entity constraints، ال primary key ممنوع يكون null. إذن أنا عندي هون the primary key pk of for each relation schema cannot be null value in any tuple. اوكي، اذا هاي بتقول انه قيمه the primary key تبعنا tuple t the primary key تبعته ممنوعه تكون null. اوكي، فهسه اذا كان the primary key تبعنا مركب، ممنوع هذا the primary key المركب ولا خانه منها تكون null. اوكي، ممنوع ولا خانه تكون null. يعني اذا انا قبل شوي كان عندي الستيت عبارة عن فيلد والريجستريشن نمبر عبارة عن فيلد وحطيناها التنتين مع بعض على انهن برايمري كي، بهاي الحالة ممنوع عندي انا الستيت تكون برايمري كي وممنوع عندي الريجستريشن نمبر يكون برايمري كي. اسألوا، ممنوع يكون نال، متأسف، ممنوع تكون ممنوع تكون الستيت عبارة عن نال فاليو، ممنوع تكون الريجستريشن نمبر عبارة عن نال فاليو. اسألوا، كريم واضح ولا يا كريم؟ كريم كسراو ويحكي معي، مصعب يحكي معي يا مصعب، محمد جعدات يحكي معي يا محمد. واضح واضح دكتور. طيب عظيم، إذن هذا النقطة رقم ثلاث، الكونسترينت رقم ثلاث. واضح دكتور واضح. طيب النقطة اللي بعدها رقم أربعة، رقم أربعة بتقول ما يلي، شوي ثواني، رقم أربعة بتقول referential integrity constraints. ال referential integrity constraints هسه هون في عندي مصطلح الفورين كي، مصطلح خامس للكيز، كان عندي كي السوبر كي وكي وكانت كي وكان عندي برايمري كي. هسا بيجي عندي مصطلح خامس اسمه الفورين كي. الفورين كي هذا لا يتقاطع مع الاربع الاولانيات، هذا لا يتقاطع مع الاربع الاولانيات. هسا طلعوا شو معنى، انا بديش اقرا لكم التعريف، بدي افرجيكم المعنى تبعها. اوكي، المعنى، مريم افتحي معي الخط واحكي معي. مريم معي، مريم معك دكتور. طلعي، هسا انا شو بقول قاعد، بقول انه هذا الديبارتمنت نمبر هنا خمسة، شو هذا الحكي معناه؟ معناته انه هذا الرقم خمسة يا مريم لازم يكون موجود جوا الديبارتمنت تيبل، صح ولا لا يا مريم؟
صحيح دكتور. لأنه طلعي شو معنى إنه الخمسة يكون موجود؟ لازم يكون في عندي ديبارتمنت رقم خمسة بحيث إنه أنا بكون كلدي. صديقنا جيمس سميث موجود في الديبارتمنت اللي رقم خمسة، وهاي الديبارتمنت هي ريسيرش ديبارتمنت المسؤول عنها فلان، وتاريخ تعيينه وهذا التاريخ. فإذا الخمسة هاي لا الديبارتمنت نمبر هون الفيلد هاد لازم يأشر عمين الديبارتمنت نمبر. شو حكي معناه؟ إنه الدي إن أو هون في هذا التيبل والديبارتمنت النمبر اللي موجود في هذا التيبل لازم يكونوا من نفس الدومين، صح ولا لا يا مريم؟ شو نفس الدومين؟ يعني إذا هاي عبارة عن أرقام من خانة واحدة، هاي لازم تكون أرقام من خانة واحدة. مش ممكن الدومين هون يكون اسم الديبارتمنت. هون إذا كان هون دي إن أو معناته هون عندي دي إن أو. إذا كان هون طلعوا يعني إذا أنا بدي أشر على مين، هاد بنقول الدي إن أو بيأشر على الديبارتمنت نمبر، أوكي؟ فمنقول إنه هاد بيعمل ريفرنس لهاد، أوكي؟ فأنا بقدرش الدي إن أو أعملها ريفرنس على الاسم الديبارتمنت هون، ما بقدر، لأنه هاي من دومين وهاي من دومين آخر. ولاحظوا أنا هاد بسموه فورين كي وهاد اسمه برايمري كي، وأنا العلاقة هي فورين كي برايمري كي ريليشنشيب. إذن أنا إذا في قيمة معينة موجودة بالفورين كي لازم هاي القيمة تكون موجودة كقيمة للبرايمري كي أصلاً. احكي يا مريم. صحيح دكتور. طيب هسا أسألك سؤال، طلع يا مريم لاحظي شغلي يا مريم، إنه عند الدي إن أو هاد متكرر، طلع عندي خمسة 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 خمسة، ليش؟ لأنه دي نمبر مش مفتاح أساسي، مش برايمري كي. شو معنى التكرار هون؟ إله معنى التكرار أنتوا بتعرفوه. اثنين تابعين لنفس القسم. أيوة، إنه هدول الأربعة لنفس القسم. شو معنى التكرار هون خمسة 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 خمسة؟ معناه إنه الأول والثاني وهذا الخامس والسادس موجودين في الديبارتمنت رقم خمسة. شو معنى التكرار هون؟ معناه إنه الثالث والرابع موجودين بأربعة. فاهمين ولا لا يا جماعة؟ واضح ولا لا؟ واضح دكتور. إذن الفورين كي قيمته ممكن تتكرر، بس الكي العادي البرايمري كي أو الكانديد كي مش ممكن قيمته تتكرر. هاي واحدة. طيب أسأل سؤال، هل مسموح من الناحية المبدئية أحط رقم سبعة هون؟ لا بصيرش أحط رقم سبعة. ليش تحط رقم سبعة يا محمد؟ ما بصير أحط رقم سبعة لأنه بدي نمبر عندي ما فيه رقم سبعة. بالتالي يعني شو بتقول معناها؟ أنت كأنك بتقول إنه أنا حطيت واحد جوا ديبارتمنت وهاي الديبارتمنت غير موجودة في المؤسسة، صح ولا لا يا محمد؟ صحيح دكتور. يعني هذا غلط. طب أسأل سؤال تاني، هل ممكن هاي القيمة تكون نل؟ ممكن إذا ما كنتش محدد إنه دي إن أو نوت نل للتالي. بالتالي شو معناها يا مصري؟ إنك عندي موظف بس أنت مش تابع على. يا عيني عليك. يا عيني عليك يا مصري، صحيح. إذا اللي صار كالآتي، هذا عبارة عن فورين كي بيأشر على هذا البرايمري كي، هاي واحد. اثنين، الفورين كي هاد القيمة التكرار بجواته وارد، البرايمري كي التكرار جواته مش وارد. اثنين. ثلاث، هذا إذا وجد لازم يكون موجود هون. أربعة، بعدين عندي الأخيري إنه هذا ممكن الفورين كي يكون عنده قيمة نل، هو بالبرايمري كي مش ممكن يكون في نل لانه عندي entity constraints، entity integrity constraints تمنع وجود النال فاليو هون. هون وجود النال فاليو وارد لانه النال فاليو تعني انه انا هذا الموظف ليس تابعا لمين، لا ديبارتمنت بعينها. يعني مش تابع. شو يعني مش تابع؟ مش تابع يعني بجوز بكره نحطه. يعني احنا مبدئيا وظفنا الواحد وبدنا نسكنه على ديبارتمنت بكره، احنا حطينا هذا بس بدنا نسكنه على ديبارتمنت ثاني. واضح ولا لا يا مصري؟ يعني احنا وضعنا واحد حطينا له نال لانه مش عارفين وين نروح فيه، بكره بنسكنه بنغير النال بكره وبنحطها في واحد او اثنين او خمسه او واحد او اربعه او خمسه. مصري واضح؟ واضح دكتور. هاي الفروقات انا اللي شايفه انه اللي بردوا علي بس اثنين. احكي مع محمد خنفر. خنفر سامعني يا خنفر؟ سامعك دكتور. واضح يا خنفر ولا لا؟ واضح دكتور. طيب
إذا هذا اللي عندنا من ناحية الـ integrity constraints شو بتقول؟ من ناحية منطق الـ referential integrity constraints، الـ referential integrity constraints هي الـ constraint رقم 4 بتقول باختصار ما يلي، إنه القيمة تبعت الفورين كي إذا وجدت، إذا هي مش نل لازم تكون موجودة في قيمة الـ primary key المقابلة. وانتبهوا شغلة إنه هاي دائماً الـ foreign key هاد يجب أن يؤشر على primary key هون عندي. واضح ولا لا يا مصري؟ لازم دائماً على primary key عشان يسمى foreign key primary key relationship. إذن هاد الـ constraint الأخير شو بيقول عندي؟ بيقول عندي هذا constraint between two relations اللي صاير عندي كالآتي. لازم يكون هدول بيسموهن، هدول من ناحية التسميات هاي بسموها referencing relation وهاي بسموها referenced relation، يعني هاي التي يتم التأشير عليها وهاي التي تؤشر. أوكي؟ يعني إنه هاي الفورين كي لهذا البرايمري كي. إحنا راح نفرجيكم كمان شوي إنه راح يطلع عندي سهم في السكيما، هذا طبعا هذا الستيت بس باللي راح يكون عندي سهم بالسكيما، بسهم أطلعه من هون وأحطه على الدي نمبر. أوكي؟ إذن هذا عندي أنا الـ referential integrity. إذن هون في عندي foreign key وعندي primary key ولازم طلعوا قيمة الـ foreign key تساوي قيمة الـ primary key. بمعنى آخر إنه إذا أنت حطيت foreign key لازم يكون هو عبارة عن primary key في التابل الثاني، في قيمته موجودة كـ primary key في التابل الثاني. إذن هذا هو المعنى تبع الاثنين. هسا أنا أفرجيكم كيف عادة بتكون الرسمة. اذا يا اما بيكون موجود الفورين كي يا اما بيكون موجود او بتكون قيمته نل. اوكي؟ اذا اذا ايش دفرجيكم اياها بالرسمه؟ دفرجيكم اياها بالرسمه هيها. طلع شو هون بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه هاي الدي ان او هي بتاشر على مين؟ على الدي نمبر هون. شو يعني؟ يعني انه هاي فورين كي لهذا البرايمري كي. اوكي؟ او طلع هون الاي اس اس ان هذا فورين كي لمين؟ لهذا البرايمري كي. هون عندي هذا فورين كي لهذا البرايمري كي. واضح ولا لا؟ هاي بتبين العلاقات الفورين كي ولا البرايمري كيز. بدكم نمشي فيهم وحده وحده؟ طلعوا انتو هذا السوبر اس اس ان بيأشر على مين؟ على الاس اس ان. شو يعني؟ يعني اذا انت حطيت رقم سوبرفايزر لازم هذا السوبرفايزر يكون عندي موظف. احكي يا انسى يا كريم مصري. واضح؟ واضح دكتور. واضح كريم. واضح ولا لا؟ واضح دكتور. واضح. طيب هسه طلع عندي هون اذا انا عندي، اذا عندي انا شخص معتمد يعني على موظف، هذا رقم الموظف المعتمد عليه، لازم هذا الموظف يكون واحد من الشركه معرف. وكذلك الامر هون اذا في عندي سجلت عدد ساعات لموظف على بروجكت، اذا سجلت عدد ساعات لموظف على بروجكت هذا الحكي معناه انه هذا الشخص اللي بتعد له ساعات وبدك تحاسبه بكره لازم يكون عندي موظف. وكمان عندي هون وين في عندي اذا حطيت مانجر للديبارتمنت لازم يكون عندي هذا موظف. فهي عندي هون طلع اربع اسطر، اربع اسهم بتاشر على الاس اس ان تبع الامبلوي. شو يعني؟ يعني في عليه فورين كيز، صح ولا لا؟ يعني اربع فورين كيز، واحد جاي من الديبندنت، واحد جاي من الوركس اون، واحد جاي من الامبلوي نفسه، يعني من الامبلوي بأشر على الامبلوي، وفي عندي واحد رابع جاي من الديبارتمنت. هسه طلع هذا البرايمري كي في عليه 3 فورين كيز، واحد من الامبلويز، واحد جاي من الديبارتمنت لوكيشن، واحد جاي من البروجكت. اوكي؟ شو معنى البروجكت؟ يعني انه هذا البروجكت تابع لهي الديبارتمنت، هذا المشروع تابع لهي الدائره. طيب هون انا عندي شو؟ هون انا عندي هذا البروجكت نمبر منأشر عليه من هذا المكان. اوكي؟ يعني انا عندي هون بس 1 فورين كي لانه سهم واحد. اوكي؟ اذا عدد الاسهم بتدل على عدد الفورين كيز. واضح يا مريم ولا لا؟ واضح دكتور. هذا هو. انا اكثر من هيك بديش امشي لليوم، بدي ارجع الخص، بدي ارجع الخص. حكينا شغلات كثير اليوم وشغلات في غايه الاهميه عن الريليشنال موديل. شو قلنا؟ قلنا انه الريليشنال موديل
في جواته مجموعة من الكونسترينتس. في كونسترينتس بسموها الامبليسيت اللي هي تقاطع السطر والعمود مش لازم تكون إلا في الفاليو واحد. في عندي أنا explicit constraints اللي هني الأربعة هدول: الدومين والكي والانتيتي والreferential integrity. هدول الأربعة هني explicit constraints. وفي عندي constraints أخرى بسموها application constraints اللي مش رح نشتغلها بهذا الفصل، اللي إلها علاقة بإنه أنا أكتب كود مشان إذا أنا بدي أعمل ضوابط مش قادر أعملها بالباقيات، إذا بدي ضوابط مش قادر أعملها بالباقيات أنا بستعمل كود معين. وصار الحكي إنه الكود تبعنا ممكن ينكتب في البي ال اس كيو ال اللي عبارة عن لغة برمجة، اللي إذا أنتوا أخذتوا كورس تاني في الداتا بيزز منعلمكم إياها في الكورس التاني، يعني في الأدفانس كورس أو الداتا بيز 2، إذا كان هذا الداتا بيز 1 في الداتا بيز 2 منعلمكم إياها. إذا هدول بالنسبة للثلاث أنواع. هسا الشو اسمه إذا بدنا نيجي على الوسطاني اللي هو explicit constraint، هني أربعة: الدومين constraint كل فيلد معين في التيبل أو كل attribute جوات الريليشن هي نفس الكلمة، كلمة attribute هي نفس كلمة field، وكلمة table هي نفس كلمة relation. أوكي؟ إذا الvalue تبعات الattributes بدها تكون ضمن domain، يعني هي عبارة عن الvalues المسموح فيها. فمثلا نقول إحنا الvalues المسموح فيها للاسم، الvalues المسموح فيها لاسم الشخص ممنوع يكون فيها أرقام، الvalues ممنوع المسموح فيها لرقم تليفون ممنوع يكون فيها حرف، وهكذا. الفاليو المسموح للعلامة هي إشي ما بين الصفر والمية، أو ما بين الدي وما بين ما بين الأ والدي، ممنوع علامة إكس. الفاليو يعني عليها ضوابط معينة، هاي الضوابط اللي بتكون على الفاليو بسموها الدومين تبعات الفاليو. فكمان ممكن تكون الدومين محددة بفورمات معين، يعني الرقم تبع التليفون له فورمات بيكون أول ثلاث خانات بعدين بتحطوا إشي معين وهكذا، فممكن يكون له فورمات، ممكن يكون له يعني كمان طول معين length. فأنت مثلا بتقول إنه أنا الفار تشارتو 15 أو 20 على أساس إنه بقدرش أكثر من هالقد أحط القيمة المعينة. فهاي كلها دومين، أوكي؟ دومين كونسترينتس. هسا الثاني انتيتي انتجريتي كونسترينتس، ببساطة الانتيتي بتقول، أو الثاني هي الكي كونسترينت. الكي بتقول إنه أنا عندي البرايمري كي تبعي ممنوع تكراره في خلال التيبل تبعي، ممنوع تكرار البرايمري كي. هاي اثنين. ثلاث الانتيتي انتجريتي كونسترينتس بتقول البرايمري كي ممنوع يكون قيمته نل، يعني ممنوع يكون عندنا ولا في أي مرحلة قيمة البرايمري كي نل حتى لو كان مركب. إذا كان البرايمري كي مركب ممنوع يكون نل كمان. هاي كانت رقم ثلاثة. رقم أربعة اللي ريفرنشال انتجريتي كونسترينتس. الريفرنشال انتجريتي كونسترينتس بتقول إنه أنا الريفرنشال انتجريتي كونسترينتس شو بتقول؟ بتقول إنه أنا عندي في ممكن أعرف إيش اسمه فورين كي. الفورين كي من تيبل بيأشر على البرايمري كي في تيبل نفسه أو في تيبل ثاني. هذا الفورين كي يختلف عن الأربع كلمات الثانية اللي هي كي أو برايمري كي، سوري، الكي أو برايمري كي أو سوبر كي أو كانديديت كي، بيختلف عن هدول الأربع كلمات بإيش؟ إنه هذا ممكن يكون في تكرار وممكن يكون قيمته نل، بس إذا إحنا حطينا قيمة للفورين كي لازم تكون موجودة في as a value في primary في للprimary key في التابل اللي منأشر عليها. وكطريقة إحنا بنستعمل هاي الأسهم مشان نقول مين بيأشر على مين، يعني من هاي الرسمة تماما معروف مين الفورين كيز ومين هم البرايمري كي. بناخذ خط من الفورين كي على البرايمري كي. أقول لكم سر للي شاف امتحانات الفصول السابقة، هذا دائما سؤال في امتحان الفيرست. في امتحان الفيرست بنقول لكم هاي مثلا رسمة وطلع لي الفورين كيز وطلع لي البرايمري كيز اللي بتأشر عليها، اوكي؟ فبتكم ترسموا لنا هاي الرسمة مثلا هذا تاريخيا، او انا بحط لكم مثلا بقول لكم كمان عبوا لي فيها داتا مشان اشوف انكم بتعرفوا تعبوا مثلا الداتا ولا لا. يعني اذا انت بتعبي صح معناته الفورين كي والبرايمري كي، قيمه الفورين كي اللي بتحطها لازم تكون موجوده as a primary key value. كمان اذا بتحط فورين كي وبتحطش قباله قيمه موجوده في البرايمري كي معناته انت مش فاهم شو معنى
هذول التنتين. ممكن أقول لك وين الغلط، وإذا أنا حطيت لك مثلاً تيبل وأقول لك طلع هاي البرايمري كي موجود فيها قيمة نال، لازم تنتبه إنه هذا برايمري كي فيه قيمة نال، مش ممكن يكون هذا صحيح. وهكذا، واضح ولا لا؟ مصري مريم واضح دكتور؟ خلاص، إذا واضح أنا هون بدي أسكر، والحصة الأسبوع القادم منكمل بعد هذا 37. إذا أنا من 37 وراء بدي أكمل الحصة القادمة. يعني هذا قاعد بعرفكم أنا على الريليشنال موديل وعلى تفاصيله، مشان بعدين لما منصير نحكي عن الموديلينج وعن التحويل تكونوا فاهمين إيش القصة. أوكي، فإحنا بنمشي طوالي على الريليشنال موديل، بعدين بنرجع ل بنرجع للكونسبتوال ديزاين. إذا هذا الحكي مفهوم يعطيكم العافية. يلا يعطيكم العافية، سلام. يعطيك العافية دكتور.